متمكنة من الحكم وقادرة على أن تقود البلاد وتقود الأردن إلى بر الأمان. من هنا يضطر الأردنيين. طب عفوا، كيف نعم. كيف حكمت على أن هذه المؤسسات غير قادرة في قيادة هذه المرحلة؟ يعني شو الشواهد اللي جميل. أعطتك يعني؟ أنت أعطني إلى مفردة قلتها قبل قليل حتى لا نكون عدميين أو يعتقد البعض أننا عدميين. نحن الآن أمام على سبيل المثال في مجلس النواب رئاسة جديدة. نعم. سنمد يدنا، لكن نمدها لماذا؟ لإصلاح، لتقدم خطوة إلى الأمام. قد يسأل البعض ماذا يمكن يقدم لك هذا المجلس؟ هو نطرح الآن ورقة تحدي أمامه، هل هو قادر على أن يفعل شيء للشعب الأردني؟ طب نعطي هذا الرئاسة الجديد الآن الفرصة وأنا أشوف برامجها. جميل. يعني ما نحكم لا عليها. أنا ما حكمت. لا سيدي، لا أنا الآن أقدم ورقة. نعم. هذه المؤسسة معنية بالتشريع، ماشي؟ نعم. لا يوجد الكثير نتحدث عنه في التشريع في هذه المرحلة غير الحديث عن تغيير البنية، التغيير البنيوي لقانون الانتخاب الذي سيمكن الشعب الأردني من مؤسساته، والذي سيجعل مؤسسات دستورية قوية قادرة على التحاور مع ما يجري في المنطقة، أو قادرة على مجارات ما يجري في المنطقة، قادرة على الحفاظ على الدولة الأردنية ككيان. الأردنيين اليوم متخوفين من حاجة، إذا ما أردت أن نتحدث عن هذا الموضوع، يخافوا أن يصبحوا أقليات. المكون الأردني كله بكل أطيافه الموجود على الأرض الأردنية للسبعة مليون نسمة يتحدث الآن بالإعلام. هل نحن مقبلين على مرحلة قادمة لتغيير خارطة المنطقة من هنا ومن هناك ليصبح هذا المكون الموجود حاليا على الأرض الأردنية عبارة عن أقلية؟ من يدرك هذا الأمر؟ وأنت قبل قليل تتحدث عن المعارك، معارك شخصية. إذا مضطرين الأردنيين أن يناقشوا هذه المؤسسات، وأن يناقشوا طريقة الحكم، وأن يناقشوا دستورية هذه المؤسسات، وأن يناقشوا مدى نجاعة ومقدرة هذه المؤسسات المغيب عنها الشعب الأردني والمغيب عنها المعارضة الأردنية. المعارضة الأردنية منذ البديع الربيع العربي هي معارضة ناضجة، معارضة محترمة، معارضة سلمية تمد يدها للحكم، إلى أن وصلت الغالب من المعارضين الأردنيين أصبحوا محبطين وينفض اليوم يدهم من مؤسسات الحكم بكل مستوياتها، بكل مستوياتها. بالعكس، احنا شايفين انه بعض الاشخاص في المعارضه اصبح يعارض من اجل مصالح ومن اجل مواقع في الدوله، وعندما يشار له في استلام اي موقع بترك معارضته وبركض ركض. يعني فاحنا ما لا يقاس الواحد بالمئة على الجميع. احنا من رموز، يا سيدي اقول لك، نتمنى هذه المعارضه، نتمنى ان تكون الشواذ في الذين يحكم الدوله الاردنيه اليوم 1% و2% زي ما هي الشواذ في المعارضه. وضع طبيعي، هذا مجتمع في واحد. بعدين احيانا نعتقد ان البعض هو معارض، لكن هو بيكون مزروع في هذه المعارضه. هلا الاهم من ذلك، هل ستبقى الدوله الاردنيه تلعب مع المعارضه الاردنيه لعبه القط والفار، وتلعب الدوله الاردنيه مع الشعب الاردني؟ انا ودي اتكلم باسم الشعب الاردني، فذلك يعني أنا حقيقه ما انا شايف برنامج للمعارضه واضح ومتفق عليه المعارضه، حتى المعارضه انا داخليا نفسها من قسم، ما في معارضه. جديد، جميل. في مصالح لاشخاص، كل واحد له مجموعه وواحد بينادي لمصالح شخصيه. لا 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 لا، هذا ما نتحدث عن المعارضه. لا لا لا، هنالك معارضين اردنيين من ما تاسست الدوله الاردنيه، هنالك رجال شرفاء، هنالك شخوص شرفاء على الدوام يقدموا مساهمات. انا شرفاء جديين، شرفاء جديين، نعم. جديين يقدموا مقترحات للدوله الاردنيه وللنظام الاردني بضروره تقديم مشاريع سياسية إصلاحية لخلق منع للكيان الأردني. الآن دور هذه المعارضة أنها هي تضع خارطة طريق سياسية للأردن، الآن دورها وتبين برنامجها الآن، أنه إحنا في هذه المرحلة في ظروف صعبة. طب تسمح لي بس أخذ هالاتصال، خلينا أقاطعك. ألو ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الو، معك الطالب احمد العساف. تفضل يا سيدي. بحب احيي ضيوفك الاعزاء والبرنامج الجميل هذا. الله يحييك يا سيدي. واخص الدكتور هزاع المجالي، دكتور العزيز في الجامعه.
متصل بي لانه استاذك في الجامعه يعني. اشكرك جدا لانه جدا دكتور في القانون الدولي يعني. طيب شكرا شكرا لك يا سيدي. شكرا شكرا لك يا سيدي. جلالة الملك حقيقة ومن تحت قبة البرلمان يوم أمس أعلن أن الأردن يدعم الحل السياسي للأزمة السورية. خلينا ننتقل إلى موضوعنا السياسي، ما نتجه لا معارضة ولا الآن، جميعنا يجب أن نتفق معارضة وموالاة وأجهزة حكومية وتشريعية وتنفيذية أن نقف خلف قيادتنا للحفاظ على بلدنا في ظل ما يجري في المنطقة. جلالة الملك أعلن مرارا دعمه للحل السياسي في الأزمة السورية والحفاظ على وحدة سوريا وأراضيها وعلى وحدة شعبها وعدم تحوينها لتكون ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وقد يكون تشبيه إلى أفغانستان مستقبلا في الخاصرة العربية يعني. هلا الموقف السياسي، انا حاب اعرف الموقف القانون الدولي من هذه. يا سيدي لما نحكي في القانون الدولي انا بدي احكي يعني اعقب على كلام اخونا وزميلنا. انا ما بدنا ننزل لا ما بدنا نخش نقاش، لا هو في نفس الموضوع اللي بتحكي عنه. هلا الاردن واقع بين كماشه، احنا امامنا قضيتين هم يعتبر حاليا القضيتين المحوريات في اللي بهموا العرب والمسلمين والعالم حتى، هو القضيه الفلسطينيه وقضيه النزاع السوري. كويس، القضية الفلسطينية هي القضية القديمة الجديدة المتجددة اللي دائما واللي متفق عليها في كافة أطياف المجتمع الأردني والمجتمع العربي، وجميع متفقين على قدسية هذه القضية، فلذلك مش راح نتطرق لها بشكل مباشر. ظل عندنا القضية الثانية واللي هي القضية المركزية، هي القضية المركزية ولكن هي قضية مستمرة والصراع قائم، ولكن احنا نحكي هي الجبهة الهادية اللي يعني اللي بعتقد انه الخميس كيري جاي لموضوع القضية ما اختلفناش، ولكن احنا هلا اللي بحرك الرمال حاليا هي القضية السورية تحت الارجل. فالقضية السورية انا بدي ارجع على الموقف الاردني وحتى اني اقدر ادخل على الموقف الدولي. هلا نجي لموقف الحكومة، الحكومة اعلنت مبدأ الحياد من النزاع في اسرائيل. مجلس النواب ولا في اسرائيل ولا في سوريا؟ في سوريا عفوا. مجلس النواب الاردني حدث ولا حرج، يعني ما في رأي وفي انقسامات نعم، ولاحظنا أنه بعض النواب طلعوا على سوريا وقابلوا الرئيس حافظ الأسد وهناك من هو معه هناك الأسد نعم. وحتى المعارضة الأردنية تحدث عنها أخونا هي منقسمة بهذا الموضوع، في معارضة هي واقفة مع النظام ومعارضة واقفة ضد النظام. هلا كل شخص وجهة نظر، أنا مش هذا الموضوع اللي رايحين نناقشه أنه هو مين صح ومين خطأ، لأنه هاي لها أبعاد رايحين نتحدث عنها فيما بعد، لكن الموضوع اللي بهمنا احنا هو الدور الاردني في هذا النزاع وشو انعكاسه على الاردن. انا قبل حوالي شهر كنت اقرا احصائيه في احد المجلات انه عدد من يحمل الرقم الوطني في الاردن 6,950,000، طبعا هذا صاروا 7 مليون. اذا اضفنا لهم ما بين لاجئ سوري واخوان من اخواننا اللاجئين السوريين والعراقيين والليبيين وغيرهم من الجنسيات بنزيد حوالي 3 مليون، معناته احنا في عندنا 10 مليون شخص موجود في الاردن. 10 مليون هذا بيعمل ضغط على ايش؟ على الخدمات، على البنيه التحتيه، على كل شيء موجود في الاردن، على المدارس، على الصحه الى اخره. هاي احد اعباء القضيه السوريه. احنا مشكلتنا صرنا يعني لا النظام السوري راضي عنا ولا الدول الممانعه للنظام السوري برضو راضي عنا، يعني موقفنا الحياد حتى غير متزن، يعني دور بنميل حسب كفة المشكلة. إذا شعر أنه النظام السوري مالت كفة شوية نبدأ نجاملهم، نبعث لهم مرسالات مجاملة، وإذا شفنا الكفة باتجاه الجيش الحر ومن يواليه نبدأ بالمجاملة. وإحنا بنعرف كلياتنا بالأردن أنه صار في مناورات بغض النظر عن الأسماء والمبررات التي أبداها الحكومة الأردنية. فبالنتيجة إحنا موقفنا محير، يعني إحنا قاعدين نحاول نمسك العصاية بالنص. هلا الموقف هذا بنعكس علينا. طب ليش موقفنا محير مش ثابت؟ ما إنه موقف ثابت. أنا هلا الأردن واقع في يعني المشكلة الأهم في الأردن هي المشكلة الاقتصادية. يعني أنا مرتهن للوضع الاقتصادي. مرتهن يعني سياسي مرتهن. نعم الوضع إحنا القرار السياسي مرتهن في الوضع الاقتصادي. الأردن له سياسته وسياسته واضحة أيضا، يعني سياسته واضحة المعلنة. ولكن أنت بالنتيجة أنت قاعد تعاني معاناة اقتصادية شديدة. وبالتالي لابد ان يعني هذه المعاناه قد تكون نتيجه للاوضاع اللي ترتبت علينا هنا كاس القضيه يعني. تعاني معاناه اقتصاديه بس مش نتيجه لموقف السياسي. هل انا بدي اسال سؤال؟ هل انا قبل فتره بقرا في احد المقا في انه السفير الايراني في احد المحطات الاردنيه التقى
وأعلن صفة السفير يعني باعتبارها كأنه إيران اللي بتعلن إنه إيران على استعداد تمد النفط بالأردن لمدة 30 سنة بدون مقابل وإلى آخره. هاي نوع من العروض. أنا بعطيك مثال. لا نعتقد أن الموقف السياسي مرهون لرهانات وعروض، والموقف السياسي نابع من مواقفنا الوطنية والقومية لن يتغير. يعني ما بعتقد. يا أستاذ محمد، هل أنت يعني الوضع اللي أنت فيه صرت فيه تجاذب، صار تجاذب ما بين أطراف النزاع، يعني الإيرانيين والروس، وعرفنا أنه لقاء سيدنا مع بوتين وزير الخارجي الروسي، وزير الخارجي الإيراني إجى للأردن، وكذلك كيل وإلى آخره. فأنت صرت في تجاذب، الأردن جاي هو محيط في نار ملتهبة، العراق ومشاكلها والتفجيرات اللي فيها، إسرائيل، الوضع في سوريا غير مريح، فلذلك أنت جاي زي ما حكينا بين كماشة، وأنت تقريبا النقطة الأكثر التقاء. هلأ بدنا نعمل مقارنة بسيطة ما بين الأردن ولبنان في موضوع اللاجئين حتى أثبت لك صدق كلامي. هلأ لبنان دولة مرتهنة بإيد حزب الله، مزبوط ولا لا؟ يعني ما إيران، يعني لبنان ما تقدر تتوجه لدول الخليج حتى تطلب مساعدات لموضوع اللاجئين، لأنها هي مأسورة للقرار السياسي عند حزب الله، فبالتالي في عندها تحفظ. لذلك نجد اللاجئين في لبنان مندمجين في المجتمع اللبناني اكثر من اللاجئين احنا حاطينهم في الزعترين، او عنوان صحيح بنشوف تقارير في التلفزيونات عن هروب بعض منهم والى اخره، ولكن بالمجمل احنا يعني في نوع من السيطره، هم مشكلين عبء اقتصادي على الدوله الاردنيه. يا سيدي، الخطوره اللي انا بدي حاب اوصلها لكم اصحاب السعاده وضيوفنا الكرام، خليني اخذ هالاتصال وندخل في موضوع. الو، معنا الاخ سامي الكركي. الو، ابو اسامه الكرك، مساء الخير. يا هلا ابو اسامه، اهلا وسهلا. سيدي الفاضل، اسمح لي بالحديث في السياسه، وانا اعرف عالم السياسه بانه ورده، طبعا كل ورده لها لون، ولكن السياسه ورده لا لون لها. سيدي الكريم، الاردن الان لا يمتلك ان يتجاوز المنعطفات السياسيه. الاردن عباره عن جسد ليس له اقدام سياسيه. نعم. نتحدث عن السياسة يا سيدي، سيجيبك على هذه الندوة فضل. وأنا تحدثت كثير في هذا الموضوع، سيجيبك على هذه الندوة من هو في عمر العاشرة الآن، سيأتي يوم ويجيبك على هذه الندوة كاملة. لا نملك المنعطفات، لا نملك القرار السياسي، لا نملك القدرة. يا سيدي الحمد لله عندنا القدرة وعندنا الثقة بقيادتنا. أعطيتني المجال للحديث، فضل لو سمحت. فضل أخي الفاضل، هذه السياسة هي في بوتقة مجموعة أشخاص. السياسة تأتي من مجلس نواب حر، من مجلس أعيان حر، لا تأتي السياسة هكذا. طيب، شكرا يا سيدي على اتصالك. معنا محمد الخصاوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، بمس عليك وعلى ضيوفك الكرام. الله يحييك يا سيدي. الله يسعدك يا نبي، وبالاخص الدكتور هزاع المجاري، دكتورنا واستاذنا ومعلمنا الفاضل. ما بدنا طلاب هزاع الليله يتصلوا فينا، اللي هو من افضل رجال القانون بالمملكه. ليش بقولش هذا لشخصه؟ بل لانه صحيح صار له فتره قصيره بالجامعه الاردنيه، لكن اثبت وجوده فعلا وقولا. طيب، شكرا لبرنامج صناع القرار على استضافتك. شكرا لك يا اخي محمد، شكرا. حقيقه ما يحز بالنفس، انا قبل ايام نتحدث مع بعض الاخوه السوريين اللاجئين في الاردن. نعم. فالخطوره ان احد هؤلاء يقول لنا، لماذا تتحدثون انه احنا لاجئين في الاردن؟ نحن ليس لاجئين، الاردن هي جزء من سوريا الكبرى. نعم. والبعض الآخر يقول لك نحن نتحدث عن جنوب سوريا. نعم. احنا ليس لاجئين. هنا تكمن الخطورة الآن، وهنا يجب أن تتنبه الدولة. دولة رئيس الوزراء قبل أيام كان لنا معه لقاء في رئاسة الوزراء، وتحدث عن خطورة الوضع مستقبلا، عن وضع بعض الجهات المتطرفة أنه في حال فشلها في سوريا أن تكون الأردن قد تكون هي الخاسرة الرخوة لهم، والتوجه مستقبلا للأردن. هذه القضايا السياسية الهامة التي يجب أن يعيها المواطن الأردني ويكون حذر مستقبلا خوفا على الأردن. نحن الآن قد نكون المرحلة القادمة اتجاه
بعض الجهات المتطرفة الإسلامية وأصحاب الأجندة الأخرى. يعني هذا ما نريد أن نحذر المواطن الأردني، ونريد أن نضع صانع السياسة في الأردن.